خناقه ما بين اشرف بن شرقي ونادي الزمالك. طب ليه يا سيدي الخناقه اللي حصلت ما بين اشرف بن شرقي لاعب النادي الزمالك ونادي الزمالك؟ بسبب يا سيدي اقول لك انا اهو، بسبب الشرط الجزائي، وده الخبر الاول معانا. اما عن الخبر الثاني وهو موضوع الفرنسي باتريس كارترون. مال يا سيدي الفرنسي باتريس كارترون؟ بيقول لك ان النادي الاهلي دخل معاه في مفاوضات رسميه. طب الكلام ده حقيقي ولا مش حقيقي؟ طب ده اللي هنتكلم فيه في الفيديو بتاع النهارده. وقبل التفاصيل، يا مساء الفل عليكم واهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات برنامجكم جات في العارضه. في البدايه كده، لو انت مش مشترك في القناه فانا بقول لك يا ريت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس ده لو انت عايز تعرف كل ما يخص الكره المصريه في فيديوهات صغيره، وما تنساش اللايك الجميل بتاعك. وتعالى نروح نشوف قصه بن شرقي. بن شرقي يا جماعه من فتره كده ونادي الزمالك عايز يتعاقد معاه. مش هحكي لكم التفاصيل، وموضوع نادي الزمالك مش عايز يكرر فرجاني ساسي، الحركه اللي عملها فرجاني ساسي وكلام كتير جدا انا قلته في اكتر من فيديو، فمش هقوله لكم تاني دلوقتي، واكيد انتوا عارفين وحافظينه. دلوقتي اللي شغال ان نادي الزمالك عايز يجدد عقد لاعب نادي الزمالك بن شرقي. طبعا بن شرقي دلوقتي قال لك انا هحط شرط جزائي نص مليون دولار، لو عايز امشي في اي لحظه امشي ادفع الشرط الجزائي ده قيمه العقد، وبعدين امشي في اي وقت انا عايزه. طبعا نادي الزمالك ما وافقش. يعني ايه؟ يعني الفكره دي اول مره تحصل اصلا. يعني انت تحط شرط جزائي ونص مليون دولار وتحطه انت على مزاجك، ما انت سهل بالنسبه لك النص مليون دولار، تكتب العقد النهارده وتلاقي عرض افضل، تروح رايح العرض الافضل وتروح دافع النص مليون دولار وانت تسيب النادي، ودي حاجه تبقى انت اللي معاك الحل. يعني انت اللي معاك الحل لنفسك بمعنى صح، وانت اللي اخترت تحط كام مبلغ في العقد، وبالتالي انت مش هتغلب. نادي الزمالك رفض تماما الفكره دي. لما لقى اللاعب مصر تماما قال له طب خلاص احنا نعمل حركه حلوه قوي، فكره برده جميله جدا، قال له ان احنا هنكتب الشرط الجزائي وهو 5 مليون دولار. 5 مليون دولار برده قصه كبيره جدا بالنسبه لاشرف بن شرقي، فقال لك لا هو نص مليون دولار، حلوها انتوا بقى 5 مليون دولار. لا يبقى، لا يبقى هنخليها زي ما انا قلت نص مليون دولار. طبعا نادي الزمالك مش موافق على الاطلاق، ما احنا بنقول 5 مليون علشان انت تبقى برضو احنا ماسكينك من ايدك اللي بتوجعك، مش انت اللي ماسكنا من ايدنا اللي بتوجعنا. لكن اللاعب رفض تماما وقال لك لا 5 مليون دولار مستحيل، انا هكتب نص مليون دولار. ولسه الكلام شغال لحد دلوقتي. اشرف بن شرقي يا جماعه مش هيوقع على نادي الزمالك. اشرف بن شرقي يا جماعه عرض جاي له من الدحيل القطري، وعرض جاي له من نادي اماراتي، وايضا بيراميدز عايز ياخده، فاللاعب هيفضل احد الثلاث انديه دول وهيمشي من نادي الزمالك. ودي الخلاصه بتاعه اشرف بن شرقي، واكتبوا له رايكم في تعليق وقولوا لكم انتم من الناس اللي هي موافقه على الطلبات بتاعه اشرف بن شرقي ولا لا. وتعالوا نروح جري كده لموضوع تفاوض الاهلي مع الفرنسي باتريس كارترون مدرب نادي الزمالك. الاعلامي كريم حسن شحاته نجل الكابتن حسن شحاته اتكلم على قناه الحياه في البرنامج بتاعه اللي بيقدمه، البرنامج الجديد، وقال لك ان النادي الاهلي خلاص كده كان على وشك الدخول في مفاوضات مع الفرنسي باتريس كارترون، بل وقال لك كمان ان هم دخلوا في مفاوضات رسميه مع الفرنسي باتريس كارترون، ولكن نادي الزمالك طلع اشطر منهم وراح جدد العقد معاه لمده 3 سنين. في جزء من الناس يقول لك ان الكلام شفوي فقط لا غير، شفهي يعني بدات عباره عن جلسه كده واتفقوا معاه والمدرب موافق ونادي الزمالك موافق. وفي ناس ثانيه على الجانب الاخر تقول لك لا ده هو وقع بالفعل على عقد لمدته 5 سنين، المفروض ان العقد بتاعه هينتهي 2022 2023، ودلوقتي العقد بتاعه هينتهي 2023 2024، ولكن نقدر اقول لك ان الفرنسي باتريس كارترون مكمل في نادي الزمالك. وده كان الفيديو باختصار. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس لو انت عايز تعرف كل ما يخص الكره المصريه.